السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من جرائد، نبدأها كما تعودتم بالعالم. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم: محليا في استاد الدوحة، بإيران لست مدرب فلاشات ولن أبحث عن المبررات، ضرمان أنا ابن التحكيم القطري وسأعود إليه، في الراية مشعل مبارك سعيد بالانضمام للفهود وأتمنى المساهمة في الفوز بالبطولات، مبارك عمر سعيد كتب في الشرق فريق الجيش بعد شاموسكا، في الوطن أتوري متفائل بتحقيق حلم المونديال، في العرب طلال البلوشي ذاهبون إلى بيروت من أجل الفوز، عربيا في السفير اللبنانية حيدر مباريات منتخبنا في المدينة الرياضية وجمهور عامل أساسي للدعم والمساندة، في الدستور الأردنية حمد يمنع اللاعبين من الإعلام قبل مواجهة العراق، في الصباح العراقية بعد تأجيلها يوما واحدا المنتخب يلاقي البوتسواني بالبدلاء، في الشروق الجزائرية خليل زيتش علينا تجنب الغرور ورواندا ليست النيجر، في الأهرام المصرية الجهاز الفني للمنتخب يحذر لاعبيه من مواجهة الثعابين السامة يوم الجمعة، عالميا في ماركا الإسبانية سولدادو حزني لا يمنعني من تمني عودة رفاقي رافعين الكأس القارية، في آس الإسبانية بيرلو إسبانيا الأوفر حظا لانتزاع يورو 2012 والمربع الذهبي هدف الآتزوري، في الصن البريطانية هودسون أتطلع إلى ما هو أبعد من اليورو، مونديال 2014 هو طموحنا، في لاجازيتا ديل سبورت الإيطالية سيلفا الميلان بيتي ولن أرحل إلى إسبانيا أو إنجلترا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، أخبار حلقتنا لهذا اليوم وكما تابعنا مع شريط العناوين تتمحور حول استعدادات منتخباتنا العربية الآسيوية والإفريقية لخوض تصفيات القارتين المؤهلة للمونديال المقبل في البرازيل، ووسط أفراح الزعيم العناوي في الإمارات بالتتويج بلقب الدوري وأفراح الرفاع في البحرين بتحقيق أيضا لقب الدوري بعد غياب طويل، وفي القارة العجوز لا حديث سوى عن يورو 2012. جولتنا المحلية نبدأها من نادي الخور الفرنسي ألان بيرون، مدرب الخور حل ضيفا على جريدة استاد الدوحة في حوار مطول للحديث عن الهزيمة الأخيرة أمام الوصل الإماراتي في بطولة الأندية الخليجية. المدرب أرجع الخسارة إلى الظروف التي عانى منها الفريق والمتمثلة في بعض الغيابات وأيضا فترة التوقف عقب نهاية الموسم وتأثيرها السلبي. بيرون نفى تماما ما تردد عن تشتت تفكيره بسبب اختياره لتدريب المنتخب الأولمبي، كان سببا في الخسارة أمام الوصل بثلاثية دون رد. العمل في النهاية سيشفع لي وأنا أرى وأتابع، البعض على مستوى العالم يبحثون عن الأهداف نفسها لكنني لست من تلك المجموعة، فكل تركيزي أن يكون فريقي في أفضل صورة وليس صورتي الشخصية. بالنسبة لمباراتنا مع الوصل في البطولة الخليجية أعتقد أن الأمور لم تحسن بعد، تركيزي في عملي مع الخور يقوم على المحصلة النهائية وليس مباراة، وفي النهاية الخور تأثر بالنقص والإصابات، أضف إلى ذلك فترة التوقف. أفضل التركيز في عملي وما يمكن أن أقوم به تجاه المجموعة التي أشرف عليها دون تشتيت تركيزي على ما يفعله الآخرون، وفي النهاية لكل مدرب الآلية التي يعمل بها والتي يراها مناسبة لتحقيق الأهداف التي يكون قد وضعها. إلى لجنة الحكام باتحاد الكرة، جريدة الوطن كانت قد فجرت قضية الحكم الدولي المساعد محمد ضرمان واستبعاده من قبل لجنة الحكام بسبب زيادة وزنه 4 كيلوغرامات. جريدة استاذ الدوحة أعادت فتح القضية ووجهت نقدا لاذعا لرئيس اللجنة ناجي الجويني. الجريدة قالت أيضا إذا لم يكن هناك من يسدي النصيحة من داخل اللجنة للخبير التحكيمي المعروف ناجي الجويني، نقول إذا كان ضرمان زاد وزنه 4 كيلوغرامات فإنك يا كابتن زودتها 400 كيلومتر، فالحكم الإماراتي الدولي علي حمد وزنه زاد 20 كيلوغراما ولم يعاقب بهذا الشكل.
ضرمان الغاضب والذي اعتبر أن عقوبات اللجنة قاسية وأن هناك من يتربص به بحرمانه من التكليفات الخارجية، قرر أن يترك الجمل بما حمل، فتقدم بطلب رسمي للجنة الحكام للاعتزال. ملف ضرمان تحول من لجنة الحكام إلى الاتحاد، أو ربما نقلت القضية شفهيا لاتحاد الكرة، وقام مسؤولا رفيعا بالاتحاد بالحديث مع ضرمان وأبلغه بتمسك الاتحاد به كحكم دولي كف. استاد الدوحة اتصلت بالحكم مرتين وألحت الجريدة للتعقيب، وتحدث لأول مرة منذ تقدمه بطلب للجنة التحكيم للاعتزال، وقال: لن أتحدث في الموضوع لأن الأمر لا يزال عالقا، وأنا ابن التحكيم القطري وسأعود للتحكيم في أي وقت. من لجنة الحكام إلى قلعة الفهود الغرافة، قدم مشعل مبارك في مؤتمر صحفي بالأمس بعد انضمام اللاعب إلى صفوف الفريق لمدة موسم واحد. الشيخ حمد بن محمد الثاني رئيس جهاز الكرة خلال المؤتمر الصحفي أعلن أن مشعل إضافة للفريق بعد أن قدم مستويات مميزة لأكثر من نادي. أما مشعل فقد أعلن التحدي نافيا أن يكون لديه شعور بالقلق بسبب المنافسة مع حامد شامي الذي يلعب في نفس مركزه. بطبعي أعشق التحدي والكثير تحدث عني عندما ذهبت إلى الريان، لكنني كذبت كل الآراء وساهمت في تحقيق الفريق لقبين، والآن أنا أرفع تحديا جديدا وسأثبت مع الفهود أنني قادر على أن أكون في المستوى وفي قيمة الاهتمام الذي لقيته من قبل مسؤولي الغرافة. الأجواء داخل فريق الغرافة جيدة جدا والجميع يعلم ذلك، كما أنني أعرف كل لاعبي خط الدفاع ولعبت معهم في المنتخب وهم أصدقاء قبل أن يكونوا زملاء. ابتعدت عن المنتخب بسبب إصابة في يدي، وبإذن الله ستكون الغرافة بوابتي للعودة إلى صفوف العنابي. قرار نادي الجيش بإقالة البرازيلي شاموسكا مدرب الفريق فريق الكرة أثار العديد من التساؤلات، خاصة أن شاموسكا قاد الجيش للمركز الثاني في الدوري في أول ظهور له بين الكبار. الكاتب في جريدة الشرق مبارك عمر السعيد ردا على سؤال أحد القراء في تقييمه لقرار نادي الجيش، قال إنه قرار يحمل في طياته طموحات الجيش في أن يحقق أكثر من مركز الوصيف، وهي بالمناسبة طموحات مشروعة وفي محلها. فريق الجيش يعج بالنجوم وغني بالمواهب، كما يمتلك إمكانات هائلة لمنافسة نظيره فريق الأخوية الذي يشترك معه في عدد من المؤهلات والصفات الحسنة، ويكادان يتفقان في ظروف النشأة واللعب للدرجة الثانية والانتقال للأولى والتنافس على بطولتها. ولذا فإني أرى أن بين سطور الاستغناء رسالة ضمنية تقول إن الجيش يتطلع بجدية للفوز ببطولة دور النجوم في الموسم المقبل 2012-2013 أو الفوز بإحدى البطولتين الغاليتين على الأقل. المهم ألا يخرج الفريق من الموسم بلا حمص، وهو في رأيهم الجدير إن لم يرى بعضهم أنه الأجدر. الحديث أكثر عن أخبار صحف اليوم، يسعدنا أن نستقبل في الاستوديو الأستاذ نزار عجيب الصحفي بجريدة سد الدوحة. يا مرحبا فيك سيد نزار. يا مرحبا عبد الرحمن. بداية مشعل مبارك الآن في الغرافة، هل هي صفقة ناجحة بالنسبة لكلا الطرفين لمشعل والغرافة؟ أنا أعتقد أنه مشعل لاعب، كلنا نتفق أنه لاعب جيد، قدم مستوى جيد مع فريق الريان، يمكن ظهرت خلافات في الفترة الأخيرة، اللاعب يمكن استبعد. هي كانت استبعد طبعا، وكانت يعني نوعا ما يمكن لم تكن واضحة بالنسبة لنا حتى كإعلام يعني، لكن على أي حال أنا أعتقد أن اللاعب في تجربة جديدة حاليا مع نادي الغرافة. لا شك أنه مشعل هو لاعب لديه خبرة، لديه إمكانيات كبيرة جدا، من خلال خاصة أنه لعب لنادي قطر، لعب للريان، لعب للمنتخب لسنوات طويلة. يعني من المؤكد أنا أعتقد أن الغرافة حاليا يمكن فعلا هو محتاج حتى لبديل لحامد شامي، خلينا نقول، لأنه في كثير من الأحيان وفي الموسم الحالي تحديد الغرافة يمكن واجه صعوبة كبيرة جدا في هذه في وظيفته وفي مركز ظهير الأيسر نتيجة الغيابات الإصابات. فبالتالي يمكن اللاعب من المؤكد انه سيكون اضافه على الاقل. لا ننسى الغرفه ايضا الموسم المقبل لديه استحقاقات محليه وايضا مشاركه أسيوية في دوري ابطال اسيا. نعم، اذا تحدثنا عن وجود لاعبين في نفس المركز حامد شامي ومشعل مبارك، هل هذا سيكون عامل سلبي ام سيكون عامل ايجابي؟ لا بالعكس، انا اشوفه عامل ايجابي، يفترض انه تكون لمصلحه الفريق، لانه في وجود لاعبين بيتنافسوا في مركز وحيد اكيد هو لمصلحه المدرب، لمصلحه الفريق بشكل عام. المدرب سيختار الافضل بكل تاكيد، لانه كل لاعب عنده امكانيات وكل لاعب يعني يملك الكثير، فبالتالي يمكن هذا سيكون في مصلحه المدرب سيلاس لا شك.
لانه احنا دائما يعني عبد الرحمن نشوف الانديه دائما عندنا مشكله كبيره جدا في عدم وجود المنافس على المراكز. دائما يعني في كثير من خاصه في بعض المراكز تحديدا يعني مركز الظهيره دائما يعني معظم الانديه تلقى انه ما لا يوجد يعني اللاعب البديل يعني شح في هذه المراكز شح دائما وتلقى يعني المدرب يعتمد على لاعب وحيد طوال الموسم فبالتالي يمكن اللاعب نفسه يتاثر الفريق يتاثر المستوى بشكل عام يتأثر فوجود لاعب حاليا في الوقت الحالي مثل مشعل مبارك مع حامد شامي من المؤكد أنه سيضيف الكثير لنادي الغرافة وسيعطي المدرب سيلاس يمكن فرصة أنه فعلا يختار اللاعب الأفضل سواء كان في المشاركات المحلية أو المشاركات الخارجية يعني. نعم مبارك عمر السعيد تحدث في مقاله اليوم عن نادي الجيش وتحقيقه للمركز الثاني وإقالة شاموسك. هل تعتقد برأيك بأن كان من المفترض أن يتم الاستمرار مع شاموسكا في الموسم القادم أما أن قرار الجيش كان صائبا؟ شوف هي رؤية في النهاية حسب الفلسفة أو حسب الأهداف الموضوعة لإدارة نادي الجيش. من المؤكد أنه هنالك في الموسم القادم أهداف لا ننسى أنه فريق الجيش عبد الرحمن الموسم الجاي المقبل سيشارك في دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه. الفريق لا شك أنه يسعى لحصد الألقاب خلينا نقول بعد أن كان منافس قوي في موسمه الأول. الأهداف ممكن هي اللي تحدد من سيقود الفريق فنيا. فبالتالي أهداف فريق الجيش أو إدارة نادي الجيش لا شك أنها أهداف كبيرة تتمثل في المشاركة الخارجية تتمثل في 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 في, في العمل لحصد البطولات المحلية. لذلك هي اتجهت المدرب الروماني. المدرب الروماني كلنا نعرف أنه مدرب هو صاحب خبرة مدرب كبير لا شك يعني سيرته الذاتية تؤكد أنه فعلا مدرب كبير مدرب عنده طموحات مدرب لا شك أنه ممكن يخطط لسنوات قادمة لفريق الجيش. كلنا ممكن مش خلينا نقول إننا كنا عارفين لكن تقريبا يعني كان في هنالك كثير من المؤشرات يعني أنه شاموسكا سيكون مرحلة يعني التعاقد مع شاموسكا كان سيكون مرحلة انتقالية يعني حتى من بداية الموسم الحالي كلنا حسينا أنه هذا الشيء يعني شاموسكا لن يستمر كثيرا مع فريق الجيش سيكون مرحلة ولكن الجيش يخطط لأبعد من ذلك. لذلك أنا بالنسبة لي لم تكن يعني إقالة المدرب يعني عدم تجديد المدرب تحديدا خلينا بالأصح نقول ما كان بالنسبة لي يعني شيء مفاجئ يعني. نعم بقى معنا وخلنا نتابع مقالك اليوم. الكاتب في جريدة الدوحة السادة الدوحة نزار عجيب وصف ما يحدث في النادي العربي بأنه لن يحمل الجديد بعد استبعاد قائمة الشيخ جابر بن عبد الرحمن الثاني الحالي بسبب عدم مطابقة 7 من أعضائها للوائح انتخابات الأندية الجديدة. الكاتب قال الكل كان ينتظر أن يكون التجديد في مجلس الإدارة القادم حاضرا ولكن هذه الأمنيات باءت بالفشل في ظل وجود 6 من أعضاء المجلس الحالي مع المجلس القادم. الكاتب قال أيضا إذا لا جديد لأن العربي لا يمر بأفضل الأحوال ولن يحمل المجلس القادم كل الطموحات لانتشار النادي وفريق كرة القدم تحديدا من وضعه الحالي وفي انتظار التغيير والتجديد وقد ينتظر البعض سنوات. دار الحديث قبل أيام عن وجود مساندة لكل قائمة للأخرى وأن التعاون سيكون موجودا مهما يحدث في نتائج الانتخابات ولكن للأسف هذا الشيء لا يبدو موجودا على أرض الواقع بالوقت الحالي لأن الخلاف حدث بالفعل منذ قرار استبعاد مجموعة المستقبل وعاد النادي بالتالي للمربع الأول ولا يعقل أن يكون عدد أعضاء جمعية العربي الذين يحق لهم حضور الجمعية لا يتجاوز 40 شخصا وهو عدد ضعيف لا يتناسب مع مكانة النادي فمن يتابع جمهور العربي على المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي يجدهم بالآلاف ولكن للأسف وقت الحضور والتواجد في الجمعيات لا تجد إلا القليل. عودة للأستاذ نزار. أستاذ نزار ما الجديد في العربي حاليا؟ يعني تحدثنا عن قائمة توافقية هذا الشيء لما يلقى ترحاب من البعض في القائمة الجديدة تحدثنا عن حلول أخرى ولكن ما هو الجديد الآن في هذه المرحلة؟ والله يعني شوف الصورة حاليا غير واضحة تماما يعني أنا أقول إذا كان إنه تقريبا هو بنسبة 80% و 70% هي مجموعة هيتمي هي التي ستقود النادي في الأربع سنوات القادمة يبدو أنه لن يكون هنالك جديد. خلينا نتحدث بصراحة يعني مع احترامنا وتقديرنا لأعضاء يعني لمجموعة هيتمي بن علي إلا أنه هؤلاء يعني كان موجود منهم 6 تقريبا في المجلس الحالي
طيب خلينا نتساءل يعني اذا كان موجود 6 من الاعضاء في المجلس الحالي وهؤلاء الستة ايضا سيقودون المجلس القادم يعني في الاربع سنوات القادمه، فعلا ما هو الجديد؟ الكل كان يتساءل انه فعلا المجلس الاداره الحالي والعربي كان يحتاج الى دماء جديده، كان يحتاج فعلا الى 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 فكر جديد، كان يحتاج الى دعم جديد، كان يحتاج الى كثير من الامور. خلينا نتحدث، لكن يبدو، انا ما عايز احكم يعني للامانه، ما عايز اكون قاسي اكثر من اللازم على المجلس القادم، ولكن فعلا العربي كان في حاجه للتجديد. صحيح انه مجموعه الشيخ جبر ومجموعه المستقبل يعني ما عايز اقول ظلمت، لكن هم نفسهم ظلموا نفسهم باعتبار انهم يعني حتى هم كاعضاء لم يجددوا او 7 منهم تقريبا لم يجددوا عضويتهم بشكل سنوي او بشكل دوري في 3 سنوات الماضيه، فبالتالي هم يتحملوا يمكن ابعادهم من هذه الانتخابات، لانه كلنا نعرف انه يعني للاسف انه يا عبد الرحمن شوف انت عضو جمعيه عموميه وتتطلع انك تقود النادي وتدخل الانتخابات حتى عضويتك ما قادر تجددها، فانا اعتقد انه هذا الامر يعني 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 يعني, يعني سلبي يعني بدرجه كبيره. خلينا صار لغط يعني في هذا الموضوع بان قرار اللجنه الاولمبيه بهذا الشان صدر في شهر 3 ممكن الماضي، صح؟ ممكن هذا يكون سبب رئيسي. اكيد شوف القانون ظلم هذه المجموعه تحديدا، لكن انا كعضو انا اتحدث عن 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 عضو الجمعيه تحديدا، عضو الجمعيه العموميه، انه لابد انه يكون عضو فاعل فعلا، يجدد عضويته بشكل دوري بشكل يعني سنوي، يتواجد في النادي، يشارك حتى في القرار، حتى لو كان موجود في مجلس اداره كونه كعضو جمعيه عموميه يفترض انه يكون عنده يعني على الاقل عنده دوره في النادي. صحيح يمكن انا شخصيا اعتبر انه مجموعه المستقبل ظلمت، لانه قانون اللجنه الاولمبيه اللي صدر قبل تقريبا شهور عديده كان مفاجئ للكل، يعني تغيرت فيه اشياء كثيره، تغيرت في انتخابات الانديه. اول شيء يعني كان الزام الداخلي للانتخابات بنظام القوائم بدلا من الافراد، وايضا موضوع التجديد، موضوع ال3 سنوات، هذه الشغلات هي الجديده فعلا اللي فاجات هذه المجموعه، وبالتالي هي استبعدت بشكل من قبل مجلس اداره العربي عند الفحص، وحاليا يمكن هم ما اعتقد انهم يعني هم راحوا اللجنه الاولمبيه في للتظلم، ولكن في رايي الشخصي انه صعب، من الصعب جدا انه اللجنه الاولمبيه يمكن يعني تكسر هذا القانون اللي صدر قبل شهور عديده، فالاقرب حاليا انه مجموعه هيتمي هي ستولى تقريبا هي من ستفوز اداره النادي في الاربع سنوات بالتزكيه بالتاكيد، يعني بنسبه 80% هي الاداره التي ستتولى يمكن مقاليد الامور، لن تصل لمرحله الانتخابات في العربي. اذا لا جديد، نائب الرئيس سيصبح رئيس واغلب الاعضاء الحاليين 6 اعضاء هم موجودين، هو نائب الرئيس حيكون. طيب اذا احنا نتساءل يعني هؤلاء الاعضاء السته لما كانوا في المجلس السابق وين كان دورهم يمكن في, نعم. في دعم العربي؟ احنا ما نقول دعم المال، لكن حتى دعم العربي بالافكار، التجديد على كافه المستويات. انا يمكن شخصيا تابعت برنامج هذه المجموعه، يمكن يعني يبدو انه هنالك بعض التغيير، لكن ليس هو التغيير الكبير اللي كان تصدر مش التغيير الشامل، مش الرؤيه المختلفه يعني. لا بالتاكيد العربي يعني يحتاج هزه، خلينا نقول في الوقت الحالي، لانه صراحه معناه النادي في الوقت الحالي وتحديدا فريق كره القدم في الموسم الحالي فعلا الفريق او النادي يحتاج الى انا ما استفهم كثيرا بالتاكيد يحتاج الى تغيير كبير جدا. نعم، عموما استاذ نزار عجيب الصحفي بجريده استاذ دوحه، شكرا جزيلا لك. شكرا عبد الرحمن. فهد العتال كابتن منتخب فلسطين ابدى سعادة كبيره باقامه بطوله فلسطين الدوليه الثانيه وفوزه باللقب امام تونس. اللاعب في حوار جريده الشرق اشار الى ان الهدف من اقامه البطوله هو تخليد ذكرى النكبه، والجميع يحمل شعار من النكبه الى الدوله. العتال تحدث ايضا عن مباراه قطر وفلسطين الليله ضمن التحضيرات العنابي لمباراته امام لبنان في تصفيات مونديال 2014 بالبرازيل. اللاعب اشار الى ان المواجهه ستكون مفيده للعنابي في التصفيات والمنتخب الفلسطيني قبل انطلاق كأس العرب القادمة. استفدنا كثيرا من بطولة النكبة، ذلك أن المدرب جرب عناصر كثيرة في هذه البطولة واستطاع أن يكتشف العديد من اللاعبين، ولدينا بطولة أخرى قادمة ستجرى في السعودية هي كأس العرب، من المؤكد أننا سنستفيد منها أكثر. أما بالنسبة لمباراتنا أمام قطر فجميعنا نعلم أن منتخب قطر يستعد لتصفيات كأس العالم، ولهذا فبلا شك لن تكون المباراة سهلة أمام العنابي المعروف على الساحتين الخليجية والعربية بأنه منتخب قوي، ومن المؤكد أن هذه المباراة ستفيدنا كثيرا للمشاركة في كأس العرب بالسعودية.
إلى منتخبنا الوطني التفاؤل الذي سيطر على الجميع في معسكر العنابي قبل انطلاق المرحلة الرابعة لتصفيات المونديال، وستكون مباراة قطر وفلسطين الليلة بروفا مهمة للعنابي قبل مواجهة لبنان يوم 3 يونيو القادم في بيروت. البرازيلي باولو أتوري مدرب منتخب قطر في تصريحات لكل وسائل الإعلام المحلية أعلن أن سياسة العنابي مواصلة المشوار خطوة بخطوة. المدرب أشار إلى أنه سيعمل حسابا لكل السيناريوهات وسيلعب العنابي المباريات بشعار الفوز فقط. أعد الجميع أنني سأقدم كل ما عندي حتى لو لعبنا خارج أرضنا، لأن المباريات الخارجية مهمة للغاية، وإذا لم نفز فيها يجب ألا نخسر. وعموما سنتعامل مع كل مباراة خطوة بخطوة، وعلينا أولا التركيز في مباراة لبنان الأولى. ما حدث في الآسيوية بالنسبة للأندية، أنا كمدرب قمت بعرض الخطة على اتحاد الكرة منذ مارس الماضي، والاتحاد اجتمع مع الأندية مرتين ووافقت على الخطة بالفعل. لكن المشكلة أن بعض الأندية اعتادت على التغيير في الثواني الأخيرة، لكن يجب أن تعي الأندية أهمية المرحلة القادمة. وبالنسبة لي كمدرب يستحيل أن أقوم بالتغيير بصورة مفاجئة هكذا، خاصة أنني اجتهدت كثيرا للوصول إليها ووافق الجميع عليها. المعرس طلال البلوشي لاعب منتخب قطر وجه الشكر للجهاز الفني للمنتخب لمنحه إجازة لإتمام مراسم زفافه. اللاعب انتظم في التدريبات أمس وظهر بحالة فنية وبدنية عالية مؤكدا جاهزيته لخوض مباراة اليوم. طلال أكد أن تجربة اليوم أمام المنتخب الفلسطيني ستكون مفيدة للعنابي. المرحلة القادمة تحتاج إلى بذل مجهودات مضاعفة من جميع اللاعبين، خاصة في المباريات الثلاث الأولى في التصفيات للحصول على أكبر عدد من النقاط. وقال اللاعب: نحن جاهزون من الآن لضربة البداية أمام اللاعبين، وقد استعددنا بشكل جيد من خلال معسكر مدريد ومباراة ألبانيا، مشيرا إلى أن المعسكر كان جيدا للغاية وحققنا من خلاله استفادة فنية كبيرة، وبالتالي فيمكن التأكيد أن المعسكر كان ناجحا بكل المقاييس. فريق لبنان جيد وقوي للغاية، ونحن نحترمه كثيرا ونتابعه منذ فترة، لكننا سنذهب للبنان من أجل تحقيق الفوز. نبقى في أجواء لقاء العنابي ومنتخب الأرز، ولكن إلى الجرائد العربية والبداية من لبنان. أنهى المنتخب اللبناني مبارياته التجريبية بالأمس بالتعادل مع عمان بهدف لكل فريق في معسكر مسقط، الذي يأتي استعدادا للقاء المنتخب القطري يوم 3 يونيو المقبل في الجولة الأولى من منافسة التصفيات الأخيرة المؤهلة للمونديال. رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم المهندس هاشم حيدر أكد من بودابست حيث تناقض الجمعية العمومية للفيفا أن مباريات لبنان في الدور الرابع الحاسم ستقام على ملعب المدينة الرياضية وفق الجدول المقرر سابقا. جاء تأكيد حيدر بعد لقائه كبار المسؤولين في الفيفا، ومن بينهم الرئيس جوزيف بلاتر والأمين العام جيروم فالك، الذين استمعوا إلى شرح مفصل عن حقيقة الأوضاع في لبنان، ثم أكدوا بدورهم أن التقرير الذي رفعه الاتحاد اللبناني ردا على الكتاب المرسل من الفيفا يستوفي جميع الشروط، وأن لا مبرر إطلاقا لنقل مباريات لبنان إلى بلد آخر، بل شددوا على إقامة جميع مباريات المنتخب اللبناني على أرضه وفق البرنامج الرسمي ومن دون أي تعديل. وقد دعا حيدر الجمهور اللبناني إلى مواكبة المنتخب ودعمه ومؤازرته في جميع مبارياته. إلى الأردن، المنتخب الأردني يعاود اليوم تدريباته على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب في إطار الاستعدادات الأخيرة للقاء العراق في التصفيات الأخيرة المؤهلة للمونديال. الجهاز الفني للمنتخب بقيادة عدنان حمد قرر فتح أبواب التدريب اليوم وغدا فقط أمام وسائل الإعلام، مع منع اللاعبين وأعضاء الجهاز المعاون من أي تصريحات خلال هذه الفترة. أعلن حمد عن حجب التصريحات الصحفية أمام كافة اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب واقتصارها على نفسه فقط، وذلك بغرض توفير التركيز أمام كافة عناصر المنتخب الذي سيدخل اعتبارا من اليوم محطة مهمة في نطاق تحضيراته. كما ثمن حمد تعاون مختلف الوسائل الإعلامية مع المنتخب ووقوفها إلى جانبه في هذه المرحلة المصيرية التي تتطلب تضافر كافة الجهود بما يخدم تطلعات
الوطن والشعب الأردني، مشيرا إلى أن حجب التصريحات أمام اللاعبين يأتي فقط من باب عدم إشغالهم بالأمور المحيطة وليس لأي أسباب أخرى، مؤكدا في الوقت ذاته أن المنتخب الوطني بكافة عناصره يقدر الاهتمام الإعلامي الذي يرافق المنتخب طيلة فترة استحقاقاته السابقة والقادمة. نبقى في الأردن. محمد جميل عبد القادر رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية والكاتب جريدة الغد الأردنية تحدث عن مشوار المنتخب الأردني في التصفية المؤهلة للمونديال، وأكد أن الفرصة للوصول للمونديال أمام النشامة لن تتكرر مرة أخرى بسهولة، ولذلك يجب التمسك بها. الكاتب قال: المنتخب الأردني في وضع جيد ويستطيع أن يقدم عروضا قوية لا تقل في مستواها عن العروض التي تقدمها المنتخبات الأربعة المنافسة. جميل أشار إلى أن مباراة العراق يوم الأحد المقبل ستكون في منتهى الأهمية، لأن نقاطها الثلاث ستكون مدخلا يعزز معنويات اللاعبين قبل المواجهة الثانية أمام اليابان يوم 8 يونيو. المباراة مع العراق ستكون برعاية جمهورنا العريض الذي ينتظر مثل هذه المباراة ليعبر عن كل حبه ومؤازرته الكبيرة للمنتخب. كل الفرق المشاركة قوية بنسب متفاوتة ولها صولات وجولات، لكن الشيء المؤكد أن أحدا من فرق المجموعة لا يستطيع أن يجزم بأنه سيتأهل أو سيفوز على أي فريق في مجموعته. هكذا هي الكرة، ما سيجعل الحذر طوق نجاة الجميع. لعب منتخبنا في الماضي مع كل فرق مجموعته ما عدا أستراليا القوية، ربحنا وخسرنا مع منتخبي العراق وسلطنة عمان، وتعادلنا مع منتخب اليابان مرتين وخسرنا معه مرة واحدة في عام 2004 بركلات الترجيح، ونستطيع أن نفوز على منتخب أستراليا كما فاز عليه منتخب سلطنة عمان المتطور المستوى. نترك الأردن ونذهب إلى العراق. المنتخب العراقي يلتقي اليوم مع نظيره البتسواني والتي كان مقررا لها أن تجري بملعب اسطنبول أمس الأحد ضمن استعداداته للدور الحاسم الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2014 بالبرازيل. طارق أحمد أمين السر العام باتحاد الكرة أكد أن البرازيلي زيكو مدرب المنتخب سيقوم اليوم بتجربة أكبر عدد من اللاعبين البدلاء للوقوف على مستوى جميع اللاعبين قبل الإعلان عن القائمة التي سيخوض بها مباراة الأردن. زيكو سيعمل على إشراك اللاعبين البدلاء الذين لم يلعبوا المباراة الأولى أمام سيراليون، وبالأخص لؤي صلاح ومهدي كريم وأحمد إبراهيم والمحترف في قطر سلام شاكر، بهدف رفع درجة جاهزيتهم وانسجامهم استعدادا للمباريات الحاسمة. المدرب زيكو سينتهي بعد مباراة بوتسوانا من إعلان التشكيلة التي تواجه الأردن في 3 يونيو المقبل في العاصمة الأردنية عمان، والتي تضم 25 لاعبا من بين 33 لاعبا موجودين حاليا بالمعسكر التدريبي في إسطنبول. نبقى في العراق. كاظم الطائي الكاتب في جريدة الصباح العراقية طالب من المدرب البرازيلي زيكو ضرورة انتقاء أفضل اللاعبين عقب معسكر تركيا، وذلك للدخول بقوة في التصفيات الأخيرة المؤهلة للمونديال بدءا من مباراة الأردن يوم الأحد المقبل. الكاتب أشار إلى أن اللاعبين العشرة الذين سيتم استبعادهم من معسكر تركيا لابد أن يتقبلوا القرار بصدر رحب، لأن هذا الإبعاد لا يعني عدم قدرتهم على اللعب مع المنتخب. انتظم في معسكر اسطنبول المقام لمنتخبنا استعدادا للمرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لمونديال البرازيل 33 لاعبا، سيتم إبعاد 10 منهم للوصول لتشكيلة قادرة على تحقيق حلم عراقي بالانتقال إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه. انتقاء الحاجة من مجموعة اللاعبين الذين سيغادرون قائمة المدرب البرازيلي زيكو لا يعني عدم قدرتهم على الدفاع عن ألوان الكرة العراقية وغياب مهارات مطلوبة أو غيرها من أسباب دعتهم لمغادرة المنتخب الأول، وإنما هناك تحديدات وعدد نهائي سيتوجب إتمامه من قبل الملاك الفني للتصدي لمهمة خوض غمار التصفيات بهذه التشكيلة. إلى الجزائر. مدرب المنتخب الجزائري وحيد خليل أوزيتش أعرب عن رضاه للنتيجة التي حققها الخضر في اللقاء الودي أمام منتخب النيجر يوم السبت الماضي في إطار الاستعدادات لمواجهة رواندا يوم الأحد المقبل في التصفيات المؤهلة للمونديال. خليل أوزيتش اعتبر الفوز على النيجر حافزا معنويا كبيرا للاعبين قبل موعد مباراة رواندا، إلا أنه حذر اللاعبين الوقوع في فخ الغرور لأن مباراة النيجر مختلفة تماما عن لقاء رواندا.
صحيح أن هذه النتيجة سترفع من معنويات اللاعبين قبل المواجهة القادمة، ولكن لابد من تجنب الوقوع في فخ السهولة، لأن مباراة النيجر ودية وليست مهمة بقدر أهمية مباراة رواندا التي تدخل في إطار تصفيات مونديال البرازيل. يبدو أن اللاعبين المحليين استخلصوا الدرس وقطفوا ثمار العمل خلال معسكري بوشاوي وسيدي موسى، حيث بدأت النتائج تتجسد على أرض الواقع من خلال الإمكانات الكبيرة التي ظهر بها المحليون في مباراة النيجر. كل اللاعبين لديهم فرصتهم للتواجد في التشكيلة الأساسية للخضر، حيث سأعتمد على الجميع وفقا للنهج التكتيكي الذي سأعتمد عليه في كل مباراة. إلى مصر تتواصل اليوم استعدادات منتخب مصر لمباراته المرتقبة أمام موزمبيق يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى للمجموعة السابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال البرازيل. صفوف المنتخب اكتملت بانضمام محمد زيدان المحترف في ماينز الألماني، وحسني عبد ربه المحترف في اتحاد جدة السعودي، ومحمد شوقي لاعب الأهلي الذي استدعاه الجهاز بديلا لحسام عاشور المصاب، والحارس أحمد الشناوي القادم من المنتخب الأولمبي. زكي عبد الفتاح مدرب حراس المرمى منتخب الفراعنة أكد أن مباراة موزمبيق لن تكون سهلة كما يتوقع البعض، وهو ما يحذر منه الجهاز الفني للاعبين خلال هذه الفترة. مباراة موزمبيق ليست سهلة كما يتوقع البعض برغم الفارق بين الفريقين، لأنها تعتبر خطوة الانطلاق الأولى في التصفيات الأفريقية لكأس العالم، وذلك من بين 8 خطوات. من هنا يجب أن تكون الخطوة الأولى قوية وموفقة، وهذا ما نعمل على تحقيقه حتى نواصل بقية الخطوات بثقة ونجاح ونحقق هدفنا بالتأهل. ولذلك أكدنا ضرورة الحذر من المنافس وضرورة احترامه. منتخب موزمبيق جيد، يتمتع لاعبوه بالسرعة والقوة البدنية كعادة الفرق الأفريقية، وقد شاهدنا لهم عدة شرائط فيديو لمباريات سابقة، ونعد العدة جيدا لكيفية مواجهته، خاصة وهو يضم 5 لاعبين محترفين في أوروبا، وهو ملقب بمنتخب الثعابين السامة. إلى السعودية، صالح السعيد الكاتب في جريدة الوطن تحدث في مقاله اليوم عن حالة المنتخبات السعودية وتراجع مستواها في الوقت الذي تحقق فيه الأندية السعودية إنجازات، حيث تأهلت لدور 8 في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي. السعيد قال إن أن تتفوق 3 أندية سعودية شاركت في البطولة الآسيوية على الأشقاء في غرب آسيا، ذلك أمر يدعو كل الرياضيين في المملكة إلى الفخر والاعتزاز بهيبة كانت أبرز مكتسباتنا من الإنجازات السعودية المتتالية. حال منتخباتنا الوطنية لم يعد سارا، ولكن أيضا إنجازات أنديتنا تثلج الصدر وتنسينا الإخفاقات، ولعلها بداية لقادم أجمل لمنتخباتنا الخضراء. فالأهلي والاتحاد والهلال رفعوا العلم السعودي في سماء غرب آسيا، لننتظر منهم اليوم رفعه في سماء آسيا ككل، وهم قادرون بإذن الله على عكس الصورة المشرفة لكرة القدم السعودية. الأهلي بداية أمتعنا وأطربنا، وإن كان تلاعب بأعصابنا من خلف الشاشات، إلا أن المعيوف أرادها لأهل الوطن فأهداها للوطن ككل. والاتحاد وبهدوء الثمانيني ووقاره أنهاها بأقل مجهود، فمن هو الخصم الذي يقف في وجه العميد دون أن يذيقه مرارة كأس الهزيمة؟ ليأتي الهلال ويكون بدرا في سماء الرياض في ليلة لم تعرف سوى الفرح وتصفيق الإعجاب، وبسبعة أشبه برسالة تنبيه أن هلال آسيا قد هل في الرياض، فويل لضحاياه من معزوفات رفاق الفريدي. إلى الإمارات، يواصل الأبيض الإماراتي استعداداته خلال الفترة المقبلة قبل مشاركته في كأس العرب الشهر المقبل في السعودية. عبد الله مسفر المدير الفني للأبيض الإماراتي قال إنه مستمر مع المنتخب حتى كأس العرب، وليس ضد التعاقد مع مدرب جديد، ولكن يتمنى أن يقل الحديث حول هذا الموضوع. لست في حاجة إلى عقد لكي أقود منتخب بلادي، فهذه مهمة وطنية يسعدني القيام بها من أجل وطني، ومنحني الله قوة التحمل على قيادته خلال الفترة الماضية بنجاح وفق إحصائيات الاتحاد الدولي، حيث قدت الفريق وهو في المركز 148 وحاليا أصبح في المركز 120.
ورغم أنه ترتيب لا يليق بكرة الإمارات التي تطورت كثيرا في السنوات الأخيرة، ولكني توليت المهمة في وقت صعب للغاية والفريق غير متأهل إلى كأس العالم، ومع ذلك لعبنا باقي مباريات التصفيات بروح عالية وقدمنا عدة وجوه شابة سيكون لها مستقبل باهر خلال السنوات المقبلة. وبرغم أنني مدرب مؤقت إلا أن طموحي مع الأبيض كبير وبلا حدود. مستمرون في الإمارات ولكن مع احتفالات الزعيم العناوي بلقب دوري المحترفين. راشد الزعابي الكاتب في جريدة الاتحاد قال: فريق العين كان ولا زال حكاية السنين، ومن غيره قادر على صنع المستحيل ما بين موسمين. موسم مضى عانى فيه الفريق الأمرين، وموسم حالي تمكن فيه حسم لقب دوري المحترفين. الزعابي قال أيضا: إنه الزعيم يا دوري الإمارات، إنه الزعيم باختلاف الألسنة وبكل اللغات، قالها القحطاني بالعربية الفصحى وأكدها الغاني جيان بالإنجليزية. فريق العين هذا الموسم كان مشروعا متكاملا، قامت الإدارة بوضع استراتيجية عمل موحدة، فتحول النادي إلى خلية نحل كل فرد فيها لديه أدوار محددة، ولم يكن التحرك في اتجاه واحد ولكن على جميع الصعد، إدارة وجهاز فني وفريق وجماهيره خلفه، ولم يتم ترك أي شيء للصدفة. احتفل العينوية ببطولة الدوري للمرة العاشرة، ولكنهم لن يتوقفوا عندها، وها هم ينادون آسيا ويخطبون ودها. وبطولة الدوري لم تكن سوى البداية، ولا يزال للفرح بقية، ولم تكتمل كل فصول الحكاية. وعندما تفصح الأمة العينوية عن حقيقة مطامعها، فعلى آسيا أن تهتز خوفا وتقف على أطراف أصابعها. أودى إلى السعودية مرة أخرى. عقد النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا أمس للإعلان عن تجديد عقد المحترف العماني عماد الحسني. الأمير فهد بن خالد رئيس النادي تحدث خلال المؤتمر عن العديد من الأمور التي تهم الفريق في الموسم المقبل. رئيس الأهلي استغرب كثرة الحديث حول لقب الملكي بين الهلال والأهلي، مؤكدا أن الألقاب لا تجلب البطولات، وإنما هناك 11 لاعبا في الملعب هم من يستطيعون تحقيق الإنجازات. كل التعاقدات التي أتمها النادي جاءت بتوصية فنية من المدرب بالومينو وفيكتور سيموس، مستمران مع النادي، بالإضافة إلى أن الأهلي قدم عرضه الأخير للبرازيلي كاماتشو وينتظر رد اللاعب خلال يومين. الأهلي متى ما أراد أي لاعب فسينهي موضوع. استفدت من العام الأول عندما كنت مشرفا، واستفدت من عامي الثاني وأنا رئيس، دائما أسعى لتصحيح أخطائي. أجريت اتصالا برئيس الهلال الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وأخبرته أن أحمد الفريدي ليس في حسابات الأهلي، ولم يتحدث عنه مدرب الفريق رغم أنه لاعب كبير. إلى البحرين، احتفالية رائعة أقام فريق الرفاع أمس بعد تتويجه بلقب الدوري بعد فترة غياب استمرت 7 أعوام. السماوي حقق الفوز في اليوم الختامي على النجمة وب4 أهداف مقابل 3. نائب رئيس النادي الشيخ عيسى بن علي بن خليفة اعتبر أن فوز السماوي على النجمة في ختام الدوري كان بمثابة مسك الختام لمسيرة الفريق البطولية في الموسم الحالي. أثبت الرفاعة أنه فريق بطل على رغم غيبته عدة مواسم، لكنه عاد بقوة ليثبت جدارته بجهود رجالات النادي وفي مقدمتهم الرئيس الشيخ عبد الله بن خالد، الذي يستحق أن تكون هذه البطولة هدية له على دعمه الكبير للنادي طيلة السنوات الماضية، بالإضافة إلى جهود وروح أفراد الفريق الذين قدموا البطولة خير هدية ورسموا البسمة إلى جميع الرفاعيين. أتمنى أن تكون بطولة الدوري الموسم الحالي بمثابة العودة القوية للسماوي إلى البطولات في المواسم المقبلة. ختام جولتنا العربية من الكويت، محمد السعيد الكاتب في جريدة القبس تناول في مقاله اليوم خروج فريق كاظمة من الموسم الحالي بلا أي بطولة. سعيد قال: التراجع المخيف في مستوى الفريق مؤخرا يطرح علامات استفهام عديدة حول ما يحدث في صفوف البرتقالي بعد الخسارة التاريخية والثقيلة أمام العربي ب6 أهداف مقابل هدف في الدوري الممتاز. يمكن القول أن هذا السقوط المدوي الذي فجر مشادات بين عدد من جماهير كاظمة واللاعبين وفي مقدمتهم يوسف ناصر كان نتاجا طبيعيا لمسلسل الإخفاقات المستمرة التي لاحقت البرتقالي منذ بداية الموسم الحالي، وتأزمت بعد الخسارة المريرة بهدف خيالي أمام القادسية في نهائي كأس الأمير.
حيث تراجع الأداء بقوة، بل إن التأهل إلى الدور الثاني من كأس الاتحاد الآسيوي بدأ صعبا، وهو ما جعل الفريق يودع البطولة فيما بعد على يد الوحدات الأردنية منذ أيام قليلة. المشكلة أين؟ سؤال مشروع يتردد صداه في أروقة الشارع الكروي، وهو برسم إدارة نادي كاظمة، لأن البرتقالي فريق نفتخر به جميعا، وتراجعه إلى هذا الحد أمر غير مقبول، ويجب إيجاد حلول عاجلة لإصلاح الأوضاع مهما كانت. من الجرائد العربية إلى الجرائد العالمية، وجولة على أبرز الجديد هناك. جولتنا العالمية نبدأها مع الجرائد الإسبانية. الراقي سولدادو كما أطلقت عليه الجرائد الإسبانية، نجم ومهاجم فريق فالنسيا الذي تم استبعاده من القائمة النهائية للمنتخب الإسباني، أكد أنه سيكون أول المتواجدين في استقبال بعثة المنتخب حينما تعود من أوكرانيا وبولندا حاملة لقب يورو 2012. واستحوذت تصريحات سولدادو على إعجاب الملايين في إسبانيا لأنها تعبر عن حالة لا تتكرر كثيرا، حيث يبلغ اللاعب 27 عاما وكان يتطلع بشغف بالغ لإثبات ذاته على الساحة الدولية، ولكن ديل بوسكي فضل عليه عناصر أخرى لقيادة هجوم الماتادور على رأسهم يورينتي وتوريس وبيدرو ومفاجأة القائمة نيجريدو، في حين استبعد سولدادو وأدريان في ظل غياب دافيد فيا للإصابة. أشعر بحزن كبير بعد استبعادي من القائمة النهائية للمنتخب، لأنني كنت أتطلع إلى المشاركة في نهائيات يورو 2012، وأشكر كل من أرسل لي رسالة تشجيع ودعم في هذا الموقف، ولكنني في الوقت ذاته أتمنى التوفيق لزملائي في صفوف المنتخب، وسوف أكون في قمة سعادتي عندما يعودون إلى إسبانيا وهم يحملون اللقب الأوروبي الذي نتطلع جميعا للمحافظة عليه. ليس بوسع أحد أن يفعل شيئا أكثر من احترام اختيارات المدرب وأن يتمنى التوفيق للعناصر التي حظيت بشرف تمثيل الوطن. جولتنا العالمية مستمرة مع الجرائد الإسبانية، ولكن في ضيافة نجم إيطالي أندريا بيرلو، أيقونة الكرة الإيطالية وأحد أفضل اللاعبين في القارة العجوز خلال الموسم المحلي المنتهي، حيث نجح في مساعدة اليوفي على العودة إلى منصات التتويج بعد طول غياب. أكد قبل أيام من انطلاقة منافسات يورو 2012 أنه يرشح المنتخب الإسباني للمحافظة على اللقب، ولكنه في الوقت ذاته قال إن عدم ترشيح البعض لإيطاليا للمنافسة على اللقب لا يعني نجومها أو لا يعفي نجومها من مسؤوليتهم التاريخية والتي تتمثل في ضرورة الذهاب بعيدا في البطولة، بما يعني أن الأتزوري يظل كبيرا حتى إذا لم يكن مرشحا لانتزاع البطولة. المنتخب الإسباني لا زال الأفضل، إنهم أبطال أوروبا والعالم، أرى أنهم الأقرب لانتزاع لقب يورو 2012، وهم بالفعل يستحقون الاحترام، ولكن هناك منتخبات أخرى يمكنها أن تفعلها، ولن تكون مفاجأة كبيرة في حال نجح أي منها في التتويج باللقب القاري، وهذه المنتخبات هي ألمانيا وفرنسا وهولندا. بالنسبة لنا فنحن نسعى إلى تحقيق أفضل نتائج ممكنة في ظل عدم ترشيح البعض لنا للمنافسة مع بقية المنتخبات. أعتقد أن الوصول إلى المربع الذهبي سيكون جيدا في ظل الأوضاع الحالية، وعلى المستوى الشخصي أحلم بالحصول مع المنتخب على المزيد من البطولات، وأتطلع إلى المشاركة في مونديال 2014، سأكون في 35 من العمر، والأمر حينها سيتوقف على مستوياتي ورؤية المدرب لقدرتي على إفادة المنتخب. جولتنا العالمية مستمرة ونظرة على ما يحدث في معسكر الأسود الثلاثة. روي هوديسون المنتشي بالفوز على النرويج وديا، وهو فوز معنوي أكثر منه انتصار، جاء بعد أداء فني مقنع، أكد أنه يفكر فيما هو أبعد من المنافسة على لقب يورو 2012، وهي إشارة أثارت جدلا في الوسط الكروي الإنجليزي. فهل كان الرجل المخضرم يقصد أنه سيفوز باللقب القاري ولكنه يتطلع إلى ما هو أبعد، أم أنه يحاول إعفاء نفسه من المسؤولية عن نتائج الأسود الثلاثة في المنافسة القارية ويريد توجيه الأنظار إلى مونديال 2014؟ الإجابة حصريا لدى هوديسون.
نظرتي تتعلق بالمستقبل أكثر من الحاضر، أي أنني أطمح إلى الظهور بالصورة التي يرضى عنها الإنجليز في مونديال 2014. فقد وقعت عقدا طويل الأجل مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من أجل أن نعمل سويا على بناء مستقبل واعد للمنتخب الإنجليزي. وليطمئن الجميع إلى أنني لا أقول ذلك هربا من نتائج بطولة الأمم الأوروبية المقبلة. سوف نسعى لتقديم أفضل ما لدينا في البطولة القارية، ولكنها ليست منتهى طموحنا. كنا نتمنى وجود روني معنا من البداية لأنه أفضل لاعب يشغل المركز رقم 10. جولتنا العالمية مستمرة معاً ولكن مع الجرائد الإيطالية. تياغو سيلفا المدافع الأكثر سيطرة على عقول وقلوب الأندية العملاقة في القارة العجوز أعلنها وبصريح العبارة أنه يفضل البقاء في الميلان على الرغم من إغراءات البارسا ومان سيتي وغيرهما من الأندية الإنجليزية أو الأوروبية، حيث أكد المدافع الأفضل في العالم أنه يشعر بالاستقرار والسعادة في صفوف فريق كبير، فلماذا يفكر في الرحيل؟ كما توقع سيلفا أن يعود رفيق دربه باتو إلى قمة مستوياته الموسم المقبل، لأنه على حد تعبيره يرغب في الانتقام لنفسه من حمى الإصابات التي أرقلت مسيرته الكروية وخاصة خلال الموسم المنتهي. تناقشت مع السيد جالياني نائب رئيس النادي وقال لي أنت باق معنا ولا داعي للتفكير في أي خيارات أخرى، فقلت له لا أجد ما يدعو للقلق لأنني قررت البقاء مع الميلان لأنه بيتي، وكل ما يتردد عن رحيلي إلى هذا النادي أو ذاك مجرد شائعات لا سند لها من الواقع. من الرائع جدا أن يتمسك فريقي باستمراري، ومن حقي أن أفخر برد الإدارة الميلانية على عروض الأندية الأخرى بالرفض. أتوقع أن يعود باتو إلى مستوياته لأنه يرغب في الانتقام من حمى الإصابات التي عرقلته كثيرا، كما أتمنى أن يحصل على فرصة للمشاركة في أولمبياد لندن لكي يستعيد مستوياته ويستعيد ثقته في ذاته، خاصة أن الأولمبياد سوف تمنحه الفرصة للظهور في محفل عالمي كبير يحظى باهتمام جماهيري لافت. جولتنا العالمية ختامها مع غريب عجيب. أوباما رئيس الدولة الأكبر في العالم تعاطى المخدرات في فترة المراهقة. متابعة تفاصيل في غريب عجيب. كشف كتاب جديد عن السيرة الذاتية للرئيس الأمريكي باراك أوباما عن ولعه بالماريجوانا عندما كان طالبا في المدرسة الثانوية وفي الجامعة، حيث تناول الكتاب بالتفصيل عضويته في جماعة غير رسمية للمدخنين في هاواي تعرف باسم تشوم جانج. وكان أوباما اعترف من قبل بأنه دخن الماريجوانا في أيام شبابه، ولكن الكتاب القادم باراك أوباما القصة الذي كتبه المؤرخ ديفيد مارانيس الحائز على جائزة بوليتزر يعرض قدرا أكبر من التفاصيل عن أنشطته. ولن يتم طرح الكتاب في الأسواق رسميا قبل 19 من يونيو المقبل، إلا أن مقتطفات منه كشفت عن تفاصيل علاقاته الرومانسية السابقة. موعدنا مع البسمة وكاريكاتير اليوم من جريدة سد الدوحة نتابعه سوية مشاهدينا. وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، شكرا لكم مشاهدينا الأفاضل على حسن المتابعة، وإلى اللقاء غدا في نفس التوقيت، مع السلامة.